مرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال طقس بربوع المملكه اليوم غد الثلاثاء. غادي تشكل بعض السحب المنخفضه خلال الصباح والليل بالسواحل الاطلسيه الشماليه والوسطى مع احتمال ظهور كتل ضبابيه محليه. بالنسبه للزوال غادي تمر سحب غير مستقره فوق مرتفعات الاطلس الكبير فضلا عن سحب نسبيا كثيفه خلال الليله القادمه غرب الريف مع احتمال نزول قطرات مطر متفرقه. عدا ذلك غادي تظل الاجواء صافيه بباقي المناطق مع هبوب رياح رمليه محليا باقصى جنوب المملكه. بالنسبه لدرجات الحراره خلال الليل غادي تتراوح ما بين ناقص درجه واربع درجات بالمرتفعات وما بين 6 و11 درجه بسهول داخليه وما بين 14 و16 درجه بالاقاليم الجنوبيه. فيما غادي تتراوح درجه الحرارة خلال النهار ما بين 18 و22 درجة بالقرب من سواحل وما بين 22 و27 درجة بسهول داخلية والسفوح الجنوبية والشرق وما بين 27 و32 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية. بهذا كنختم معكم نشر الجوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.